والمتابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى رجاء رمزي. بيت رجائي. مرة أخرى شكرا يوسف. شكرا إلهام. شاهدين توقعات الأخبار الجوية نتابعها في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى، الواجهة البحرية، السواحل الشمالية الشرقية. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 25، الصغرى فيها 15، جو معتدل. الإسكندرية 20-14، مطروح 18-13، بورسعيد 24-14، أما الإسماعيلية العظمى فيها 26 والصغرى 15. محافظة السويس العظمى فيها 24، الصغرى 14، العريش 25-12، طابة 24-14، شرم الشيخ 26-16، أما الغردقة العظمى فيها 26 والصغرى 16. محافظة الأقصر العظمى فيها 30، الصغرى فيها 13، أسوان 31-14، الوادي الجديد 31-12، شلاتين 26-15، أما حلايف 24 العظمى فيها، أما الصغرى ف 16. لأن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.